ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم فيه عن العند. طيب، جالنا كتير جدا، انا ابني عنيد، انا ابني ما بيسمعش الكلام، اقول له يمين يمشي شمال، اقول شمال يمشي يمين، تمام. دي شكوى مهمه جدا. طيب احنا النهارده بس محتاجين نتكلم عن العند كمرحله. العند يا جماعه مش سلوك، العند مرحله بيمر بيها الطفل. ازاي يعني العند مرحله؟ العند ده مرحله، ومرحلة مهمة جدا وليها حاجات يعني لازم نركز فيها، لان هي بتفيد الطفل مش بتضره، تمام. لكن طريقة تعاملنا مع المرحلة دي هي اللي بتضر الطفل، وبعد كده بتخلينا نشتكي ان الطفل عنيد، ان الطفل مش بيسمع الكلام. طيب العند ده مرحلة بتبدأ من سن سنتين، ممكن قبلها بشوية او بعدها بشوية. يبقى العند مرحلة بتبدأ من سن سنتين، ممكن قبلها بشهور او بعد سنتين بشهور يعني، تمام، لحد 4 سنين. يبقى العند يا جماعة مش سلوك، العند ده مرحلة الطفل بيمر بيها، بيسموها مرحلة العند، او بتسمى برضو مرحلة اللأ، كل حاجة بقول عليها لأ، تمام. مرحلة العند دي بقى مفيدة جدا للطفل. ليه مفيدة جدا للطفل؟ لان هو في المرحلة دي الطفل اول ما بيتولد بيكون هو ومامته حاجة واحدة. بيبدأ بقى في سن سنتين يبدأ بقى هو نفسه يكون لنفسه استقلالية، عايز اطلع السلم لوحدي، عايز اكل لوحدي، امسك المعلقة واحاول اكل لوحدي. فالعند زي ما اتفقنا مش سلوك، العند ده مرحلة اي طفل بيمر بيها من سن سنتين ل4 سنين، ممكن يبقى قبل السنتين بشهرين ثلاثة او بعد السنتين بشهرين ثلاثة. طيب طريقة تعاملنا مع العند هو اللي بيخلي الطفل يكمل ويبقى عنيد ومتمرد، ودي هنتكلم فيها وهنتكلم ازاي نحلها، تمام. طيب العند بقى ليه بيستمر العند؟ يعني ليه بعد ال4 سنين، تمام، دي مرحلة وطبيعية واي طفل بيمر بيها وكده، ليه بقى العند بيستمر؟ العند بيستمر بسبب طريقة تعاملنا احنا الغلط مع الطفل. الاول بس انا كنت قلت في اول الفيديو ان مرحلة العند دي مهمة جدا ولازم الطفل يمر بيها. طب مهمة في ايه؟ بتعلم الطفل 5 مهارات اساسية. ايه المهارات الاساسية اللي الطفل بيتعلمها من العند؟ اول حاجة ان هو يستقل، يبقى مستقل بنفسه. يعني ايه مستقل بنفسه؟ يعني الاستقلال ده ان هو يحاول مع نفسه، يبقى دايما عايز اطلع السلم لوحدي. اول مهارة الاستقلال دي بتودي للمهارة التانية، ان انا بحاول اعتمد على نفسي. يعني مثلا عايز البس لوحدي، عايز اكل لوحدي، عايز امسك الميه واشرب لوحدي، فدي بتخليه يعتمد على نفسه. تالت حاجة انه بيختبر قدراته. يعني ايه بيختبر قدراته؟ يعني بيشوف مثلا انا هقدر مثلا اطلع على الكرسي لوحدي واقعد ولا لأ، انا هقدر مثلا امسك المعلقة وانا عندي القدرة ان انا امسك المعلقة واكل لوحدي ولا لأ. رابع حاجة ان هو بتبني الذات بتاعته. يعني ايه بتبني الذات بتاعته؟ يعني بيبدأ بقى يحس ان في حاجات هو بيعملها لنفسه، مش كل حاجة ماما اللي بتعملها لي، تمام. يبقى مرحلة العند احنا بنسميها مرحلة العند مش سلوك العند، اسمها مرحلة العند عشان بس نكون متفقين، تمام. بتنمي عند الطفل مهارات، قلنا منهم 4 مهارات. المهارة الخامسة بقى ان الطفل اللي هي مهارة التفكير. مهارة التفكير، مهارة التفكير، لان هو مثلا لو عايز يمسك المعلقة وياكل، دماغه هتشتغل ازاي امسك المعلقة عشان اعرف اقلد ماما وهي بتمسك المعلقة وبتاكل، او ازاي مثلا امسك الكوباية عشان اعرف اقلد ماما. فدي مهارات التفكير بتبدأ تشتغل. يبقى المرحلة العند يا جماعة مش سلوك العند، مرحلة العند دي مهمة جدا لأي طفل، بتفيد في بتنمي له 5 مهارات. ال5 مهارات دول قلناهم، اللي هم اول حاجة الاستقلال، تاني حاجة انه يعتمد على نفسه، تالت حاجة يختبر قدراته، رابع حاجة بناء الذات، خامس حاجة ان هي مهارات التفكير. خامس حاجة مهارات التفكير. طيب ازاي بقى اعرف اتعامل مع مرحلة العند دي؟ لازم اعرف اتعامل مع مرحلة العند دي للطفل. ليه؟ لان احنا لما بنتعامل كل حاجة لأ، يعني لأ، الطفل بيزيد في عناده، او لو ما زادش في عناده بيبقى طفل هادي، واي حد بيبقى اتكالي يعتمد على اي حد، ودي مش حاجة صح. يبقى احنا في طريقة التعامل بتاعتنا مع ابني في مرحلة العند في طريقتين، اما ان انا بقى هو يقول لا انا اقول لا، فبعند عليه اكتر، فلما انا بعند عليه اكتر ايه اللي بيحصل؟ بيبقى ايه؟ بيبقى شخصيه عصبيه. لما انا بعند عليه اكتر بيبقى شخصيه عصبيه، او ان هو بيتمرد عليا ويعمل اللي يضايقني،
او ان هو بقى يسمع كلامي ويبقى شخصية ضعيفة خالص. يبقى طريقة تعامل حضرتك في مرحلة العند دي مهمة جدا. لما الطفل يقول لا على الحاجة، مش انا كمان اقول لا في مرحلة العند في اللي هو من 2 لـ4 سنين، امال انا هتعامل ازاي؟ هتعامل بطريقة بسيطة جدا. الطفل عايز ياكل لوحده مفيش مشكلة خالص، سيبيه يتعلم ده، سيبيه يعتمد على نفسه، لان احنا المرحلة دي مهمة جدا عشان تبني شخصيته، ده بيفيد جدا في ان هو يبني شخصية الطفل. تمام. الحاجة التانية، مش كل حاجة الطفل في سن 2 سنين ده بيعند عليها وعايز يعملها افضل ازعق، لا، ممكن اوفر له بدايل. يعني مثلا لو هو عايز يشرب ميه لوحده، مش لازم احط له الميه في كوبايه ازازه هتتكسر، ممكن كوبايه بلاستيك ما تتكسرش، هو هيعرف يشرب منها فيبدا يعتمد على نفسه. عايز ياكل بالمعلقه، ممكن طبق صغير كده واحط له فيه الاكل ويحاول هو يعتمد على نفسه وياكل بالمعلقه. تمام. لكن بلاش ان هو يعند فنعند معاه، لان دي مرحله طبيعيه الطفل المفروض يعدي بيها، ولو الطفل ما عداش بيها بتبقى حاجه غريبه. المفروض نسأل، يعني المفروض نسأل ليه هو مش عنيد في المرحلة دي. تمام. طيب، عشان بقى حل العند بقى وما بقاش بقى يعني ايه الدنيا ما كده، احنا اتفقنا اول حاجة ان احنا نفهم المرحلة دي وفهمناها. تاني حاجة ان انا ما اقعدش كل شوية اقول ايه هو عنيد ما بيسمعش الكلام، تلقائي الطفل هيبدأ يحس ان هو كده كده انا ما بسمعش الكلام فهفضل كده على طول. الحاجة التالتة ان الحل انا اللي اوفر له، يعني هو عايز مثلا يشرب زي ما اتفقنا نجيب له كوباية بلاستيك يشرب فيها، عايز ياكل لوحده نحط له الاكل مع الاكل في طبق ويحاول هو يعتمد على نفسه. الحاجة الرابعة قلنا انا نبعد عن كلمة لا، ما اقعدش اقول لا مش هتعمل كذا، لا ماما قالت كذا يبقى تعمل كذا. تمام. لان ده احنا كأن انا بزود العند عند الطفل. تمام. خامس حاجة ان الطفل سيبيه هو يتعامل، اسيبه هو يتعامل ازاي؟ يعني هو عايز ياكل سيبيه ياكل، عايز يشرب سيبيه يشرب، بس وفري له الحاجة اللي تكون امان ليه. سادس حاجة، ابتعد عن الاوامر المباشرة، مش كل شوية انا قلت تاكل هنا، انا قلت تشرب في الكوباية دي، انا قلت تعمل كذا، لا، سيبيه يعتمد على نفسه، دي مرحلة مهمة جدا. سابع حاجة ودي مهمة بقى، لما يعمل الحاجة يعني اكل لوحده مثلا، شاطر، نمدح، برافو انت شاطر، انت كويس، انت ازاي عملتها لوحدك كده، نحسس الطفل ان هو عمل انجاز، لان دي يا جماعة مرحلة العند دي مرحلة مهمة جدا. لو الطفل بعد 4 سنين بدأ يتمرد، يبقى حضرتك تعاملتي غلط وما عملتيش الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها في الفيديو ده. لكن يا جماعة مرحلة العند دي مهمة جدا. تمام. ده النهاردة اتكلمنا عن الطفل العنيد او عن مرحلة العند، وده اهم ان هو المفروض ان مرحلة العند مش الطفل العنيد. ان شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجات جديدة، وان شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هيبقى فيه حبة نصايح كده ازاي نتعامل اكتر مع اولادنا. شكرا.